السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد نفيد به ونستفيد إن شاء الله. كنا عملنا طريقة ببطارية دي اللي هي بتاع الدريل فك وربط، إزاي تشغل بيها الراوتر ده، والفيديو موجود إن شاء الله وهتشاهده لو كنتش لسه هتشاهده. في فكرة تانية برضو، إن احنا ممكن نجيب بطارية زي دي كده بتاع التروسيكل، البطارية دي قوية جدا يا جماعة، 5 أمبير وفي منها 9، طبعا 9 حلوة والخمسة أمبير كويسة جدا جدا. البطارية دي جميلة جدا، البطارية دي جديدة تعملها حوالي 400 جنيه دلوقتي أو 450 جنيه. أنا جايبها من 6 شهور أو من 7 شهور بالظبط كده ب 350 جنيه جديدة، وشغالة معايا لغاية دلوقتي وكويسة جدا ومفيهاش أي مشكلة إن كانت قبل انقطاعات تيار كهرباء واي حاجه اللي انا عايزها عشان شغلي. ممتازه قوي وشغاله معانا. انا بشتغل بيها في حاجات كتيره، مش بشتغل بيها انا في الانترنت، ولكن شغلت بيها انترنت كويس جدا جدا، وبشحنها بالجهاز دوت. كنت انا عملت عنه فيديو قبل كده، ده شاحن بطاريات بتباع في المحلات 20 امبير، في منه 10 نفس ده كده اخوه بالظبط، اصغر شويه بس برضو نفس اللي فيه ده، هو ده مروحه تبريد وحاجه ممتازه برضو وسعره حنين برضو، ده 20 امبير. التاني متفصل على 10 امبير فقط، لكن ده بيديك فوليوم اللي عايز تشحن على بطيئه على يعني، دي الميزه اللي فيه بس. لكن انت طالما عندك بطاريه 12 فولت كبيره او صغيره هشغلها لك ال 10 امبير كويس جدا جدا. هنجيبه حته سلكه زي دي كده من عند اي محل ادوات كهربائيه اهو، ده سلك 2 مللي موجب وسالب. هنجيبه سامولتين، ولو هتجيب بطاريه جديده هيدالك في كرتوناتها فيها السواميل زي كده، بنركبه من اهو ونشغله. وهنشبك هنا كابل او قصدي الجاك اهو، جاك ادوبتر زي كده عشان يخش معانا في الراوتر. انا هعمل لك الفكره قدام منك ان شاء الله وحضرتك تكرر تجيبها. طب هتقول لي انا مش عايز اجيب ال 10 امبير، عايز حاجه اقل شويه. هتشحن بتاع الدريل اللي احنا قلنا برضو عليه اللي بيشحن البطاريه دي، بس ده هيغيب في الشحن شويه، يعني ممكن ياخد له ساعتين ثلاثه في بطاريه زي دي. اما في البطاريه اللي زي دي كده من ساعه ونص لساعتين تعتبر ما فرقتش، والبطاريه بتشتغل معاك في الراوتر اسبوع ما تقولش معاك اي حاجه كانت ليه معرفه، ممتازه قوي 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 وشغاله، وبالذات لو كانت جديده ومستخدمه هتعمل لها بتاعت 200 جنيه دلوقتي، وبرده كويسه جدا جدا. انا معايا بطاريه مستخدمه كبيره شغاله معايا كويس برده، وجايبها في نفس التاريخ ده وبشحنها بده برده وشغاله معايا برده كويس جدا جدا. فالجديد جديد لكن يعني ممكن تفقد 2 امبير 3 امبير، ما بتنفعش في عربيات او في تروسيت، تنفع مع الحاجات اللي زي كده مش هتسبب مشكله، لان دي امبير يعني لا يعني اكتر حاجه فيه 2 مللي امبير. اما تكون دي 5 امبير نزل منها وبقت 3 امبير مثلا يعني هتشتغل معاك كويس جدا وما فيهاش اي مشكله. لو حاجه اكبر برده هتكون افضل وافضل، وبرده بتيح لك كل حاجه في باب العلم اللي احنا شفناه وفي الاطار العملي. تمام؟ فانا بس هقشر دول وهرجع لحضرتك هقول لك هركبهم ازاي وهركب لك الادابتر. قلنا لحضراتكم وجهزنا الكابل اهو، ده كابل مالكش دعوه انت، هو كابل قديم من نوعيات محمله، في حاجات زي كده برده هتلاقيها وبالذات في الحاجات القديمه في الادابترات القديمه. كل اللي احنا محتاجينه هنفك كده كده اهو. انا عامل هنا ورده، هما ما بيعملوش ورده بس انا بحب ايه اعمل حاجه تعجبني كويس يعني او امان شويه. تمام اهو اهو كده شويه
نشوفوها بنزل احسن. انا بحاول من الفيديو ما يطولش، ولكن انا عايز اوريك تعملها ازاي، بس مش اكتر. اهي اول واحده عملناها اهي. انا بحب الورده ليه بقى؟ عشان انا بحضن السلك كده ما بين الورد اهو. وعلى فكره انت ممكن تركب التربله الكبيره، بس انا مش شغلها لي دماغي لانها بتربط خلاص اهي. في ترامل كده ممكن تضغطها كبيره، بتتباع تقريبا عند بتوع العربيات، ممكن تدخلها وهتشتغل معاك كويس. بس انا يعني انا ده بيعجبني اكتر، لانها ممكن تتقطم من الجنب من هنا الترمله، فدي كده امن واحسن تمسك السلك اهي، ولا هيحصل فيها اي حاجه ان شاء الله. الطرف الثاني اهو، ده الطرف الطرف بقى الثاني هنعمله بقى فيه زي ما احنا عملنا في الثانيه، وممكن نعمله حاجه ثانيه برضو هتبقى اسرع معانا شويه. السلك كده اهو بالمرة اهو عشان ما يتعبناش زي التانية. نركز بس اهم شيء الموجب في الموجب والسالب ايه في السالب. بسم الله الرحمن الرحيم. طب اجيب الصامولة وارجع لحضرتك ادور عليها، بس الاستعجال وحش. الصامولة قدام مننا حضراتكم واحنا مش واخدين بالنا، فاحنا هنعمل كده اهو اهو، نمسك الصامولة تاني عشان ما تعبناش. كده اهو الصامولة دي كمان بتعمل وقف ما تخليهاش تلف ولا اي حاجة في ظهر المسمار. كده اهو زي الحديد. حاجه بقى هقول لك عليها، انت ممكن تحط هنا حته فيزلين كده ولا اي شحم صغير عشان بتغدر مع الشحن والحاجه دي، فدي الطريقه الصح. انا عايز اوريك طريقه شحنها برضو، يعني حتى لو انت حضرتك ركبت الكابل. طب نركب الكابل وهوريك تشحنها برضو ازاي. هنجيب حضرتك حته شيرينكي زي كده اهو، نجيب اتنين زي كده تمام، وهندخل كل واحد كده اهو عشان يبقى الشغل بالمره ايه مظبوط ان شاء الله. محتاجين بقى ايه نعرفكم برضو، هنجيب الباز او صوت الصفاره اهو عشان تظبط. نعمل كده الاول شغال معانا عشان نعرف الارضي من الموجب هنا كده اهو، يبقى ده كده ايه الموجب. انا بالنسبه لي هنا البني هو الموجب والارضي اللي هو الازرق، يبقى انا هعمل كده في الموجب. بص الزياده ده معلش كده اهو، ندخل كده في التشالنج كده اهو، دخلنا كده ماشي. احنا بنعمله بالولاعه، طبعا احنا مش هينفع نعمل بالولاعه، فهعمله وارجع لحضرتك. قلنا لحضراتكم وهو عملناه بليتش رينك، معلش سامحوني ما ينفعش اعمل بالولاعه قدام حضرتك، لكن احنا قايلين قبل كده ازاي. تقدر تتفرج على حاجات زي كده في منصات ثانيه بالنسبه للولاعه، لان الصفحه هنا عندنا جناح. المهم ان احنا عملناها اهي وبقت جاهزه، هنسمي الله كده اهو اهي،
اشتغل معاك كويس جدا جدا بقى في الراوتر، وممتازه وسهلها شاحن، شحنها سهل جدا جدا، سواء بقى باللي انا قلت لك عليه. شغال معانا الراوتر اهو وممتازه جدا. طرق الشحن بتاعتها بالنسبه للجهاز دوت، على فكره البطاريه مشحونه، ممكن الجهاز ما يشتغلش معايا، لان هو الجهاز ده اول ما بيعرف حاجه مشحونه ما بيشتغلش. بس انا هعرفك برضو ان شاء الله. هتقول لي انا عملتها كده، طب انا اشحنها ازاي من الحاجات دي؟ هتعمل كده اهو، موجب على الموجب وسالب على السالب. الجهاز نور معانا، بيقول لي ان البطاريه اهي على الشحن. الجهاز طبعا مش عايز يشتغل معايا، اهو انا هعرفش مش عايز يشتغل معايا، لان البطاريه دي اساسا كده مشحونه، وصلت لل 13 وكسور فمشحونه. تمام. ده بالنسبه للشاحن دوت، والشاحن ده انا افضله لك لان هيبقى كويس جدا جدا، ولكن لو الامكانيات مش نافعه ممكن تعمل حاجه دلوقتي وحاجه تانية. وعلى فكره يعني حكايه ان عشان النور يقطع حاجه، انت ممكن توفر بيها كهرباء الادابتر اللي بيشغل الراوتر، تجيبها وتخليها عندك، يخلي البطاريه تشتغل عندك على الراوتر، تشحطها في جيبك وده بيشحنها. ظاهر عندي انها حمراء، ما بيخلص بينور اخضر برضه، فطبعا هو ظاهر كده عندي كده. ففكره سهله انك انت تعملها وبسيطه، معلش التكلفه ممكن تكون مش جاهز لها دلوقتي، ولكن صدقني والله حاجه كويسه جدا وتقدر تعملها وما فيهاش اي مشكله. لو عجبك الفيديو بقى اعمل مشاركه لاخوك او متابعه، واعمل لايكات، وكلمه حلوه منك هتفضينا ان شاء الله. الى اللقاء، فيديو جديد نفيد بيه ونستفيد. اسف على الاطاله، ولكن سامحني عشان اوضح لك الدنيا. السلام عليكم.